أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الأخوة حول المجلس، في هذا المجلس السابع في سورة الروم، أو المجلس الثاني في هذه السورة. في قفنا عند قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه الآية أيها الأخوة لو توقفنا معها لما كفاها جلسة أو جلستين، ذلك أن فيها من الآيات والعبر التي تحتاج إلى التفكر. ولذلك قال الله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملوا أيها الأخوة أن الله خلق الأزواج من نفس الإنسان، ولم يخلقها ولم يجعل له زوجة من غيره، من غير خلقه. كيف سيكون الحال لو كانت الزوجة من غير خلق الإنسان؟ لكان ظاهرا في التنافر وعدم التواد، ظاهرا أيضا في اختلاف الطبائع وغير هذا. الأمر الثاني أنه قال لتسكنوا إليها، وكان ذا وكأن هذا سنة بشرية، بأن الرجل يحتاج إلى من يسكن إليه في هذه الحياة. ولهذا جعل الله تعالى، خلق الله حواء لتسكن إليها آدم عليه السلام. فهذا يبين لنا أن من طبيعة البشر أن الرجل يحتاج إلى المرأة ليسكن إليها، وأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بنفسه في حياته مستقرا إلا بهذه السنة البشرية أو هذه السنة الإلهية الكونية التي أرادها الله عز وجل. ويبين أن من أعظم ما يحقق الإنسان الهدوء والاستقرار والسكينة هو الزواج. وإن كنا نرى بعض الشباب هداهم الله يتأخرون فيه، ويظنون أن الزواج علقة ومسؤولية وانشغال، وهذه أوهام كأوهام وكعش العنكبوت لا حقيقة لها، إلا أن قد يكون ذلك بطبيعة الحياة البشرية. لكن حقيقة الزواج استقرار للإنسان بلا شك، وعون له على تحقيق كمال حياته البشرية. ثم أن الله جعل من هذا السكن أيضا ما يحقق البناء الكامل والتعامل الصحيح، فجعل بين الزوجين مودة ورحمة. هذه آيات أيها الأخوة تحتاج إلى تفكر، فحيوم بنا أن نحققها، نحقق المودة في بيوتنا بأن يكون تعاملنا مع أزواجنا على وفق ما أمر الله عز وجل ورسوله في قول الله تعالى: وعاشرون بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. كل ذلك هو من أسباب المودة ومن أسباب الرحمة أيضا، أن الإنسان يكون في حاجة أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الرحمة أن يقوم بشؤونهم ونحو ذلك. هذه الآية تشمل حقيقة حياة كاملة لو أننا تدبرناها وتفكرنا فيها. ثم قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المتأمل والمتدبر يرى سر تأخير خلق السماوات والأرض وارتباطها بخلق ألسنة الألسن والألوان. فما السر في ذلك يا ترى؟ ما السر في تأخير خلق السماوات والأرض واقتران خلقها باختلاف الألسن والألوان؟
السر والله أعلم حتى يعني الوقت لا يأخذنا، أن الأصل في سياق الحديث في الامتنان عليهم بخلقهم، فأتى وورد ذكر خلق السماوات تبعا، يعني من إتمام باني خلقهم خلق السماوات والأرض. كيف ذلك؟ الله خلقهم من رجل واحد في صورة واحدة. هذا الرجل اختلف الناس البشر بعده وهم أبناؤه في طبائعهم وألوانهم وألسنتهم وكثير من الأمور، فما الذي جعلهم يختلفون مع أنهم أصلهم واحد؟ هو اختلاف السماوات، خلق السماوات والأرض، هو طبيعة التي يعيشون فيها. فالإنسان الذي يعيش في المناطق الحارة ليس كالإنسان الذي يعيش في المناطق الباردة، والإنسان الذي يعيش في مثلا في مناطق ريفية ليس كالإنسان الذي يعيش في مناطق صحراوية في الطبائع. فهذا الاختلاف في الألوان والألسن بسبب اختلاف البيئة التي عاشوا فيها، فحينما انتشروا تغيرت لغتهم بحسب الظروف التي حولهم وبحسب ما يحتاجونه من اللغة والمصطلحات التي يعيشون بها. والألوان اختلفوا بسبب ظروف الجو الحر والبرد وحرارة الشمس ونحو ذلك، وإلا فإنك تجد بني آدم كلهم يتفقون في باطن جلودهم. لو أنك جمعت بين إنسان أسود تمام السواد وبين أبيض تمام البياض فأزلت الجلد الأول ظاهر الجلد فإنك سترى ألوانهما واحدة، ما يدل على أنهما من أصل واحد، وأن هذا الاختلاف جاء باختلاف الظروف وتغيرات الأجواء. ولهذا قدم الله تعالى هذا الاختلاف بقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي أن بسبب اختلاف الكون وظروف الكون وأحواله اختلفت ألسنتكم وألوانكم. ثم قال الله إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا الاختلاف يتأمله العالمون بأن هذا يدعوهم إلى تفكر في آيات الله عز وجل وتأمل في سر أسباب هذا الاختلاف الذي يصلون إليه بالعلم بأسبابه وظروفه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. الله عز وجل أيضا ذكر سبب سر من أسرار تنوع تصريف الكون في أن الله جعل لكم في هذه الحياة ما تستقرون به وهو النوم والاستيقاظ والابتغاء من فضله. ما الذي يجعل الإنسان يا أخوان يعيش ينام ثم يقوم فيفتر ثم ينشط، يفتر فينام ثم ينشط للرزق؟ هذا التصريف يبعث الإنسان إلى التأمل في خلق الله عز وجل، يبعث الإنسان في التأمل في خلق الله عز وجل. فالنوم منامكم بالليل والنهار أيضا هو فيه اختلاف بين الناس، فمن الناس من يكون نومه بالليل وإن كان هو الأصل، في آيات أخرى ذكره الله تعالى هو الأصل كما قال الله تعالى في آيات منها إيش من ذكرني بها؟ نعم، والله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فالليل هو سابق هو موضع النوم والسكون، لكنه ذكر هنا أيضا حالا آخر من أحوال نومهم، أنهم باختلاف ظروفهم قد يكون الإنسان يحتاج إلى النوم في النهار كالقيلولة، أو بسبب ظروف الجو وحرارته ينام بالنهار ويقوم بالليل أو نحو ذلك. قال وابتغاؤكم من فضله، أي ابتغاؤكم الرزق. وهذه آية من آيات الله عز وجل في تصريف الكون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وتأملت الحقيقة في سر ختم الآية
السمع هنا، فما وجدت الحقيقة من ذكر ملحظا دقيقا إلا أنه ربط بالنوم من حيث أن أحوال النوم تذكر وتقال وتسمع أكثر مما ترى، لأن النائم لا يرى ولا يعلم حاله، فأحوال النوم واختلافه وتغيره وغير ذلك لا يدركه الإنسان إلا بالسماع، لا يدركه بالرؤية، لا يدركه بالرؤية وإنما يدركه بالسماع. يعني حتى يتفكر في هذا النوم لا يدركه بنفسه وهو نائم، إنما يدركه حينما يستيقظ فيسمع أحوال النوم وغير ذلك وفوائده أو نحو هذا، والله أعلم. قال الله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وأيضا هذا من تصريف الله للكون، يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا بهذا البرق بصوته الذي يجعل الإنسان يخاف منه ومن مسبباته التي قد تحدث للإنسان بعض بسبب هذا البرق، فصوتا يرهب الإنسان لكنه يطمع به بحصول المطر ونزوله بسببه. ولهذا قال بعدها: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه إنزال المطر وإحياء النبات تحتاج أيضا إلى تأمل وعقل يدرك حقيقتها وأنها دالة على قدرة الله ودالة على البعث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهي آية جامعة لما سبق كله، ختم بها، وهي ركيزة في السورة في مقصدها. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن كل أمر في السماء والأرض كله راجع إلى أمره سبحانه وتعالى، فهو يصرف الكون حيث شاء، والكون كله بأمره سبحانه وتعالى وتحت مشيئته. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، أي وأنتم في قبوركم بعد موتكم إذا أنتم تخرجون للبعث، فكأن الله عز وجل أراد بهذا إثبات البعث وأنه قادر، كما أنه بيده تسيير الأمور فهو قادر على البعث، ففي هذا إثبات للبعث وإقرار بما كذب به المشركون بالدليل. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هذا يبين أن الأمر له سبحانه وتعالى وأن التصرف له والحكم له، ولهذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مطيعون. والطاعة المراد بها هنا الاستجابة لأمره، فالله تعالى هو الذي جعل قال للنار كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما. فالقنوت هنا ليس هو الطاعة العبادة المقصود بها الصلاة وغيرها، وإنما المقصود الاستجابة لأمر الله وأنها مستسلمة لأمره سبحانه وتعالى، قائمة بذلك دوما. قال الله: وله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة لإثبات البعث بعد والنشور، إقرارا لذلك وإقامة للحجة على المكذبين به. فالله سبحانه وتعالى يقرر هذا الأصل العظيم في كثير من سور المكية. لماذا؟ لأنهما أصلان كذب بها المشركون، هما سبب تكذيبهما بسائر أصول الدين، هما كفرهم بالله وتوحيده واليوم الآخر، هما الذي تكذيبهما بهذين هو سبب تكذيبهم بالرسول وبالكتاب وبغير ذلك من أمور الدين. فلذلك تلحظون أن هذين الأمرين يتكرران في كل السورة المكية غالبا أو كثيرا، ليس لأن مقصد السورة ذلك، ولكن لأن الآية هنا في إثبات الآيات والدلائل جاء إقرار البعث، لأنه من الدلائل المهمة التي يريد الله إقرارها وإثباتها في نفوس المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه، أي الإعادة، لأنه على مثال سابق، فإعادة الشيء على مثال سابق
أهون من إيجاده من غير مثال. قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها أنه يبين الله سبحانه وتعالى أن له في ذاته وأسمائه وصفاته وأمره مثل الأعلى في السماوات والأرض، ولكنه سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء المشركين المثل على وفق لغتهم، ويظهر لهم الحق بما تستوعبه عقولهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في ضربها، وله المثل الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته، في بيانه وكلامه وفي ذاته وأسمائه وصفاته. لكنه سبحانه وتعالى إنما يذكر هذه الأمثال في القرآن لأنها توافق عقول هؤلاء. ولو أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يعني الأمثلة الكاملة في بيانها البليغة التي لا يطيقها البشر لما أدركها الناس، لما أدركها الناس، لكنه سبحانه وتعالى ذكر، جاء هذا القرآن بما يفقهه الناس ويدركونه بعقولهم التي خلقهم الله تعالى عليها. فهو سبحانه يبين هنا أنه له المثل الأعلى في ذاته وصفاته وبما يضربه من الأمثال. قال الله وهو العزيز الحكيم، عزيز بحكمه وأمره وقدرته، وحكيم بذلك مثل ذلك أيضا. ثم قال الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقرهم بأن إشراكهم الله في إشراكهم الأصنام في العبادة إنما هو اختراع من أنفسهم، اختراق من أنفسهم، وهو باطل حتما بشهادة أنفسهم. كيف ذلك؟ فضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل يقرون به أم لا؟ ما هو هذا المثل؟ قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني أنه يضرب الله المثل للإنسان الكافر بعبده، في أن هذا العبد لو أنك قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، لو أنهم شركاء هؤلاء العبيد، لو أنهم شركاء في أموالكم، وهذا لا يمكن لأن العبد لا يملك، أليس كذلك؟ العبد في أصل الأمر لا يملك. قال لو أنهم شركاء، وهذا سينكرونه طبعا، كيف يكونون شركاء لنا في أموالنا وهم عبيد لنا؟ لكن الله يريد بذلك إقرار أنفسهم في أمر الأصنام التي ملكوها ما هو من أمر الله عز وجل. قال فأنتم فيه سواء، أنتم وهم في هذا المال سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافون على أموالكم منهم كخيفتكم أنفسكم، يعني تخافون كما تخافون على أنفسكم. فهل هذا يتأتى في أمركم؟ فلا شك أنهم لن يقبلون ذلك، لن يقبلون أن يكون لمماليكهم التصرف في أموالهم، بل إنهم قد يأخذون ما ليس لهم أو زيادة على ذلك. فأثبت الله لهم بأنه كما أن هذه الأصنام، كما أن هذه هؤلاء العبيد المماليك لا ليس لهم الحق في أموالكم ولا رزقكم، فكذلك هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ليس لها من الأمر شيء ولا ملك ولا تصرف في حق الله عز وجل الذي ليس لأحد فيه تصرف إلا هو سبحانه وتعالى. فما أعظم هذا المثل الذي قصم ظهورهم وقطع حجتهم. ولهذا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لكن هل يعقلون؟ ما يعقلون ذلك أو ما عقلوا ذلك، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني بل بقوا على ما هم عليه بغير علم. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. لن ينصرهم هؤلاء يوم أن يلقوا الله ويوم أن يروا عذاب الله عز وجل.
ثم بعد أن أقام لهم عليهم الحجة والبرهان وقطع حجتهم وفصل الأمر معهم، توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فماذا قال؟ كانوا قال اتركهم وشأنهم، ثم قال فأقم وجهك للدين حنيفا، أعرض عنهم وانشغل بدعوة بأمر ربك، فأقم وجهك للدين حنيفا. إقامة الوجه بمعنى أن الإنسان يتوجه بكامل وجهته إلى أمر ربه، لا يلتفت يمينا فيطلب من غير ربه شيئا ولا شمالا، بل إن أمره كله لله عز وجل. هذا معنى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا الأمر الدين الحنيف، وهو الميل عن ما لا يرضي الله، عن الشرك بالله، فالحنيف هو المائل، والمقصود بالميل هنا الميل عن كل ما لا يرضي الله، عن الشرك والضلالة والمعصية والبدعة، فهو يميل عنها إلى هذا الطريق المستقيم. قال الله عن هذا الدين الحنيف فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن هذا الدين يوافق كل الموافقة طبائع الإنسان وفطرته التي خلقه الله عليها، فهو إن تمسك به فسيجد في نفسه توافقا ورغبة والتئاما مع ما فطره الله تعالى عليه. قال الله لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لما خلق الله في النفوس من تغيير فطر الناس التي فطرهم عليها على التوحيد، إلا أن أبليس يسعى أن يغير فطرة الله، كما قال الله تعالى عنه في سورة النساء. إيش قال الله؟ نعم، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهو يسعى إلى تغيير فطرة الله في النفوس بمحبة الأهواء والشهوات والكفر بالله عز وجل عياذا بالله، لكن الأصل في الإنسان الفطرة السليمة، هكذا خلقه الله، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في خلق الإنسان، لو أنه كما قال العلماء، لو أن الإنسان بقي في بيئة لوحده يرى مخلوقات الله ويرى الشمس والقمر ويرى سائر المخلوقات، فإن قلبه سيبصر فيه وحدانية الله عز وجل في هذه المخلوقات بلا ريب، هكذا خلقه الله عز وجل، ويعلم يقينا أن لهذه المخلوقات التي تتحرك وتسير وتأكل وتشرب إن لها خالق مسير ورازق وهو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ذلك الدين القيم، بعد أن وصفه الله بأنه حنيفا قال ذلك الدين القيم، أي إما أن يكون قيما في ذاته، قد أقيم على أكمل وجه، هذا الدين أقيم على أكمل وجه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، إيش دينا، نعم إيش قيما لينذر بأسا شديدا، قيما قبلها في الآية اللي قبلها كاف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا قيما، فلم يجعل الله عز وجل في هذا الدين عوج، وجعله قيما، قيما في ذاته بأحكامه بأوامره بجميع حدوده وأحواله ومضامينه، وهو يقيم يقيم الإنسان على أكمل وجه، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهو قيم في ذاته دينا قيما، وقيما في من يتحلى به فيقيمه على أحسن حال. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة هذا الدين وأنه سبب لسعادتهم وقوام قيام شؤونهم وصلاح أمورهم. قال الله تعالى بعد ذلك منيبين إليه واتقوه، والإنابة هي الرجوع والتوبة، والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع
ولكن المقصود بها هنا الإنابة يعني أن يكون أمره متجه إلى الله، منيب إلى الله، راجع إليه في كل أمر، في كل شأن من شؤون حياته يرجع إلى الله. ماذا يريد الله؟ وما هو أمر الله؟ وما هي حدود الله في هذا الأمر؟ هذا معنى الإنابة التامة الكاملة. واتقوه في ترك والحذر من كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي فيها توجه كامل إلى الله عز وجل. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، لأنهم تفرقوا عن هذا السبيل الذي جعله الله لهم وكانوا شيعا. وفي هذه الآية أيها الإخوة دليل صريح على أن من ترك دين الله فإنه سيكون في أمر فرقا وشيعا وتفرق وتشتت في شأنه وفي ملته وأحواله. ما تجد ملة يا أخوان الكرام متفقة على رأي واحد، بل تختلف، حينما يموت زعيمها يختلفون فينشأ منها طريقان، وهكذا. إلا دين الإسلام فهو دين واحد دائم ما دامت الأرض، أما غيرهم من الأديان فهي دين متفرقة متشتتة. حتى اليهود وحتى النصارى وحتى أهل البدع فإنهم متشتتون، إلا ما من كان على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ملة واحدة على الحنفية السمحة. قال الله تعالى وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يظن فرح بما هو فيه من الضلالة ويظن أنه على الحق. وهذه والله يا أخواني تحتاج إلى الإنسان إلى أن يتبين. يا أخواني ليس كون الإنسان يرتاح لما هو عليه ويطمئن له يدل على أنه على الحق، بل قد يطمئن الإنسان ويزين له أنه على الخير وأنه هو على غير صراط، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في دليل يبين أن الإنسان قد يزين له عمله من حيث لا يشعر، وذكر ذلك في سورة الكهف. ما هما الآيتان؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، عياذا بالله. والله يا أخواني الإنسان يخشى من هذه الآية، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قد يكون الإنسان يرى أنه على الحق وهو على الباطل، كمثل هذه أهل البدع الذين يرون أنهم على الحق ويزين لهم أنهم على الحق ويظنون أنهم على الحق. فحري بالإنسان يستبصر بدين الله عز وجل ولا يعجب بما هو عليه من عمل ويرى أنه على الحق، حتى يتبين له الحق بدليله وبرهانه وبينته. قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هنا في بيان أحوال الناس وخاصة مشركهم وكافرهم في الأصل، وأنهم إذا مسهم الضر دعوا ربهم منيبين إليه راجعين إليه. هذا حال الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، هذا الأصل، لأنهم مرجعهم إلى الله عز وجل وملجأهم إلى الله فطرة فطرهم الله عليها. لكنهم يفترقون في أمر، وهو أنهم بعد أن يروا نعمة الله وينجون مما هم فيه، فريق منهم يشرك بالله. فقال الله ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم فقط حين يرون بصيص الأمل ويرون بابا إلى الفرج والرزق، إذا فريق منهم بربهم الذي رزقهم وهيأ لهم هذه الرحمة وهذا الرزق بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، أي هذه النعم التي هم عليها سيكفرون باستخدامها في عصية الله عز وجل. فتمتعوا فسوف تعلمون. هناك في سورة العنكبوت قال وليتمتعوا، هو أمر، وهو كذلك هنا أمر، فتمتعوا فسوف تعلمون، أي العقوبة في الدنيا إما بالعاقبة السيئة أو في الآخرة بالعذاب الأليم.
ثم قال الله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي هل عندهم كتاب ينطق ويشهد بأن ما هم فيه حق؟ يتكلم المقصود به لا يتكلم القرآن وإنما ينطق، كما قال الله عز وجل في سورة الجاثية، إيش الآية؟ فهذا كتابنا ينطق عليكم الحق، ولا ينطق وإنما يبين لهم المكتوبا مشاهدا. فالمقصود به هنا: أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي كتابا فيه بينة لهم، فهو ينطق ويشهد بما هم عليه من الشرك أنه حق، ليس عندهم من ذلك شيء. قال الله بعد ذلك: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. هذا حال البشر في طبيعتهم، إذا أذاقهم الله رحمة فرحوا بها أيا كانت هذه الرحمة، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يدلك أيها الأخ، يدلنا أيها الأخوة على أن الأصل هو رحمة الله، هو أصل، الأصل هو رحمة الله ورزقه وخيره وفضله وإحسانه. لكن ما الذي يكدر على الناس أحوالهم؟ وما الذي يجعلهم يصيبهم ما يصيبهم من السيئات والقحط والشدة والبلاء؟ إلا بما قدمت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما قال بعضهم: من كدر كدر عليه، ومن صف صفي له. فالإنسان الذي صف يصف تصف له الحياة، وإن ابتلي فإن هذه البلوى قد تكون بسبب سيئاته، وقد تكون امتحانا لإيمانه هو صادق أم لا. فإن كان صادق فستكون العاقبة له بلا شك ولا ريب. قال الله سبحانه وتعالى: بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ييأسون من رحمة الله. أين تعلقهم بالله؟ أين إيمانهم بالله؟ أين ثقتهم بأن الله هو الرزاق وأنه بيده سبحانه وتعالى الفرج؟ ولهذا قال بعدها: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي ما الذي يجعلهم يقنطون حينما تصيبهم المصائب وييأسون وهم يرون أن الله عز وجل يرزق هذا ويقدر يقدر على هذا ويمنع هذا، ولا يقنطون من ذلك، بل إنهم يسعون للعيش مع ما هم عليه مما هم فيه من حال. يعني الله عز وجل هنا يحتج بهم، يحتج عليهم بأن حالهم في الرزق يسعون به ويكدون، لكن حينما تصيبه المصائب لا، يقنطون. أين سعيكم في حال حصول السيئات بالرجوع إلى الله وإصلاح أمركم مع الله عز وجل، كما أنكم تسعون حينما يصيبكم التقتير في الرزق، تسعون في الأرزاق مهما كان حالكم. هل رأيتم إنسانا يا أخواني أصيب برزقه، في رزقه بالتقتير والفقر، جالس في بيته يقول أنا خلاص يئس في الحياة؟ ما يكون هذا، بل هو يسعى بكل ما استطاع إلى أن يحقق رزقه، لأنه يعلم أن الرزق حاصل له من الله عز وجل. فلماذا أيضا إذا أصابته مصيبة يقنط وييأس؟ لماذا لا يرجع إلى ربه ويسعى إلى أصلاح نفسه وإصلاح أمره ويرجو رحمة ربه؟ قال الله تعالى بعد ذلك في بيان ما هو المشروع للإنسان الذي آتاه الله تعالى النعمة ورزق ووسع عليه ومن عليه بالفضل والخير، ما هو واجبه؟ واجبه الشكر. فالله عز وجل وجه المؤمنين هنا ابتداء من نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فآت ذا القربى حقه. إذا وسع الله عليك فآت ذا القربى حقه. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية حكما، وهو وجوب إيتاء القريب حقه لمن وسع الله عليه. يعني إذا كان إنسان وسع الله عليه وله قريب، فإنه يجب عليه أن يؤتيه من ماله،
غير وجوب الزكاة. فهذا هذه الآية تثبت أمرا واجبا في المال غير الزكاة، وهو حق القريب لمن رزقه الله مالا. وإن كان بعض العلماء قالوا أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، لكن الصحيح أنها باقية، وأن الإنسان يلزمه كما يلزمه القيام بشؤون أهله وأولاده من الأقربين ومعيشتهم وتوفير الرزق لهم، فإنه أيضا يطالب بوجوب من الدرجة الثانية في حق المقربين له. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه، فقال سماه حقه، فهو حق، والمسكين وابن السبيل، فجعلهم درجات هنا بحسب حال الإنسان وقربه وحاجته. قال: ذلك خير في الدنيا وفي الآخرة للذين يريدون وجه الله. ما الحكمة في قوله للذين يريدون وجه الله؟ ما المناسبة؟ المناسبة هو أنه لما أعطاك الله من هذه النعم فالواجب أن تصرفها لله عز وجل، لوجه الله تعالى، لا تصرفها لوجاهة كما يفعله المشركون. كأن في هذه الآية ذم للمشركين الذين لا ينفقون إلا لأجل الوجاهة، ولا يعطون إلا لأجل الشرف والرياء، ولا يؤتون من أموالهم إلا لمن لهم مصلحة عندهم. فالله تعالى هنا عابهم: كيف تصرفون أموالكم، تؤتون من أجل مصالحكم؟ أين حق الله الذي آتاكم هذه الأموال؟ فالإنسان من شكر نعمة الله أنه يؤتي المال لوجه الله عز وجل، سواء كان آتاه في معيشة نفسه أو أهله أو الأقربين أو غير ذلك، المهم أن يريد بذلك وجه الله، وأولئك هم المفلحون. المفلحون، الفلاح هو الفوز، أي أنهم سينالون بهذه النفقة خيرا من ربهم، فلاحا في الدنيا بتوفيق ووافر الرزق ومزيد العطاء من الله، وفي الآخرة بالفوز والأجر من عند الله تعالى. قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الآية يمكن أن تحتمل معنيين. المعنى الأول: أي وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، بأنهم كانوا يعطون الناس، فإذا جاء في السنة، في نهاية السنة وجاء يوم القضاء، زادوهم في القرض أو في العطاء، وزادوا في النسأ والقرض، فهذا ربا. فالله تعالى قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليتزيد أموالكم من أموال الناس فلا يربو عند الله، لأن هذا ليس لوجه الله، وإنما هو لأجل زيادة أموالكم والتكسب بأموال الناس واستغلال فقرهم وحاجتهم. المعنى الثاني في وما آتيتم من ربا أن هذا ليس هو الربا المقصود به الزيادة، وإنما وما آتيتم من زيادة في إعطاء الناس من الأموال لتتكثروا فيها بأموال الناس، فيكون يعني المقصود بها التكثر بالمال مع أموالهم، فيتزيد أموالكم عند أموالهم ويكون لكم حق عندهم فلا يربو عند الله. وقد كان هذا من حال الجاهلية، أنهم يعطون أموالهم لتربو عند الناس فتزداد عندهم ولا يكون لهم فيها شأن في الإنفاق وإعطاء اليتامى والمساكين وذي القربى، وإنما هو من أجل فقط جمع المال والتكثر به والازدياد. فقال الله عز وجل: ليس هذا الشأن الذي يريده الله، إنما يريد الله أن تؤتوا من هذه الأموال حق من له حق فيها. لكن المعنى الأول أظهر والله تعالى. قال الله تعالى: قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والمقصود بالزكاة هنا ليست الزكاة الواجبة، وإنما هي الصدقة، لكنها سماها زكاة لأنها تزكي النفس وتزكي المال بزيادته، وإلا فالزكاة إنما شرعت
في السنة 9 من الهجرة، لكن الله سماها زكاة في السورة المكية، فهو إيتاء المال والإعطاء منه والنفقة منه. قال الله فأولئك هم المضعفون، أي أن الله عز وجل يضعف لهم أموالهم في الدنيا ويضاعف لهم الأجر عنده في الآخرة، فهي مضاعفة في الدنيا في الأموال ومضاعفة في الآخرة بالأجر منه سبحانه وتعالى. نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص، ويفهمنا بكتابه علم كتابه، ويرزقنا علمه والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.